بتدور في اذهانهم الكلام ده وبنتعرض ليه. حاجات بنت بعد الغسيل اوكي يقول لك انت غسلتها لازم تجيبها لي بحالتها الاولى لان هو ده الشرط. انا هقول لحضرتك على حاجه. اولا بيبقى في ناس فنيين بيبقوا موجودين في المصنع ما بيكونوش موجودين في المحل. المحل مش اكتر من انه بيعرض المنتجات وبيبيعها للمصانع اللي بتعرض عنده. تمام. لو القطعه مثلا اتحطت في الغسيل ولونها بهت فجاه وما حطش مثلا عليها كلور المستهلك وهو اللي بوظها بيروح بيها للمحل بيقول لهم يا جماعه القطعه دي فيها مشكله والوضع كذا كذا وانا شوفوا لي حل ليها. هم بياخدوها وبيودوها للقسم المختص وبيشوف اذا كانت دي عيب فعلا من النسيج نفسه او من الصباغه اللي معموله على المنسوجات او تكون من العميل وبناء عليه بيتم اتخاذ اللازم. عمره ما هيضيع حقه ابدا لان كده كده المحل هيرجعها للمصنع. تاني حاجة ان المحل هيبقى صعب عليه ان هو يفقد ثقته او يفقد ثقة العميل ليه. هو عايز يجيله مرة واثنين وتلاتة. وطبعا انا بتكلم على المحلات اللي هي ماشية بورق قانوني بيطلع فاتورة الكترونية. دول نسبتهم اكتر. دول بكتير. يعني دول يمثلوا كام في المية يا استاذ سامي؟ لا كتير. هو انا المفروض اكون ماشيه في اي حته شايفه محل لازم يكون ماشي بشكل قانوني والا هيعرض نفسه. عليه رقابه وعليه متابعه. طبعا هيعرض نفسه المساءله. ما ينفعش حد يشتغل من غير ورق. تمام. طيب اثناء فقره فتره الاوكازيون عفوا يعني بقول فقره بس عشان احنا عندنا فقرات. الله يهم حضرتك. اثناء فتره الاوكازيون بيبقى كل المحلات ملزمه انها تشترك ولا انا كصاحب محل من حقي ان انا اقول انا مش هشترك في الاوكازيون وما حدش يرجع عليا باي حاجه او كده؟ يعني هل هي اختياريه ام الزاميه ام فيها؟ لا، يعني الاوكازيون اختياري وليس اجباري. خلينا نقول الناس كتير مش بتبقى فاهمه يعني ايه اوكازيون او الاوكازيون ليه. الاوكازيون بيفيد اتنين، بيفيد صاحب المحل وبيفيد المستهلك كمان. صاحب احنا بالنسبه لنا كقطاع ملابس احنا الموسم بتاعنا خلص وانتهى في الانتاج بالنسبه لموسم الصيف بالنسبه للمصانع وبالنسبه للتجار الجمله كمان. لكن تاجر التجزئه هو لسه عنده باقي مخزون والمخزون ده بيتعمل له دعايه من خلال الاوكازيون. النهارده انا قاعده مع حضرتك وبنعلن ان في اوكازيون بدا من امبارح ومدته شهر علشان نقول للناس يا جماعه روحوا انزلوا واشتروا. وطبيعي المستهلك هيروح لمين؟ هيروح للي مشارك في الاوكازيون. انا النهارده انا قدامي محلين، محل حاطط اعلان انه مشارك واحد تاني لا، هروح لمين؟ هروح للي مشارك. فبالتالي المحل مستفيد كويس جدا ان هو معمول له دعايه مجانيه سواء كانت في وسائل الاعلام المرئيه او المقروءه او المسموعه. فبالتالي هو لو عنده اي مخزون هيبتدي يتخلص منه بسهوله وهيبيع عشان يقدر يشتري المنتجات الجديده للموسم الجديد اللي هو موسم الشتاء اللي تم انتاجه بالفعل وهينزل على شهر 9 وشهر 10. فدي حاجه مهمه بالنسبه للمستهلك. في مستهلك للاوكازيون فقط لا غير. هو يفضل طول الموسم ما ينزلش يشتري غير فتره الاوكازيون. بالنسبه له هتبقى فرصه كويسه، بيبقى في تخفيضات كبيره بتوصل ل 70%. وخلينا نقول برضو الف مبروك لكل طلبه الثانويه العامه اللي توفقوا ونجحوا وهارد لك اللي ما توفقش ان شاء الله. الناس اللي نجحت دي بتبقى اهاليهم في بيهدوهم ملابس وداخل على مرحله جامعه بقى وداخل على مرحله والبنت جامعة والولد بالظبط. ولسه احنا عندنا الصيف ممتد شويه لحد الصيف معانا لحد 12 بالظبط كده. فهتبقى فرصه ان هم يجيبوا كل احتياجاتهم خلال الفتره دي. فانا عايزه اقول بس الاوكازيون دي حاجه مفيده جدا وده حدث قومي بترعاه الدوله ودي بتبقى فرصه لكل الناس انها تنزل تجيب احتياجاتها باسعار مخفضه. تمام. برضو انا عايز يعني اروح للتفاصيل ومعلش يعني اعذريني ان انا برضو بفكر زي ما الناس بتفكر. المحل من جواه من حقه يقول لك دي مش اوكازيون ودي اوكازيون؟ يختار الايتم ولا لازم في رولز يتبعها؟ لا لا لا، هو من حقه يعمل اللي هو عايزه. يعني دي بتاعته، حريه شخصيه بتاعته. محدش يقدر يجبره على نسب التخفيضات. محدش يقدر يجبره ان هو يشارك في الاوكازيون من عدمه. هو حر. بس هو في الاخر لو في محل ما شاركش في الاوكازيون هو الخسران. ليه؟ لان كل الكثافه والقوه الشرائيه بتيجي على المحلات اللي بتعلن انها مشاركه واللي مش بيعلن هو بيبقى باقي عنده شويه مخزون ايا كان عدده من المنتجات هيفضل قاعد معاه شويه وممكن ما يعرفش يتخلص منه خلال الفتره دي. ولكن هو بيحط نسبه تخفيضات على حسب ظروفه وامكانياته وحجم المنتجات اللي موجوده عنده في المحل.